العاقل أيها الفاضل، يا من يعرف شرف زمانه ويا من يعرف شرف الوقت. يوم عرفه يوم عظيم جدا، عرفت يوم المباهات، يوم المباهات. من أعظم الأعمال الصالحات في هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج. الصيام يا شباب، الصيام يا جماعة، معظم الناس ما عرفتش بتصوم ليه؟ اعقد النية الآن على صيام يوم عرفة. الصوم له باب كامل لوحده في الجنة يا أمة محمد. والليل لما أنحلت والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك، كل نبي وملك وكل من أهلنا. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: بأبي وأمي وروحي يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. تخيلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يوم عرفة انت عايز اتفرج على المسلمين يوم عرفه بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا على الاكل، الشرب، النوم، القعده، دردشه. ما اسوأ مظهره حين يراك الله وانت تعصى يوم عرفه، وهو يماهي وفي يدك سيجاره او تتكلم بكذبه او تضحك بنكته وتلغو. عرفت يوم تنزل الملك، اليوم يغفر الله الذنب فلا تجدد. عرفت يوم المباهاة قدام الملائكة، اليوم يعظم الله الأجر فلا تحبط. عرفت يوم العتق، أكتر يوم بتعتق فيه الرقاب من النار. اليوم يدحر الله الشيطان فلا تنصره، اليوم يقبل الله الدعاء فلا تتركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا ممكن ينزل الملائكة ليك عشان يجيب دعائك. أيوة، قل لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. انظروا إلى هذا الفضل. نعم، المسلم هنا الذي لا يستطيع الحج لم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل الكبير. كثر خير الله وطاب. لا إله إلا الله. واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد.